السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة، اليوم إن شاء الله نحن محل محاضرة الرابعة من مادة تمويل الشركات الكورس الثاني. اليوم راح ناخذ إن شاء الله أداتين للتمويل ونحسب الكلف مالتها. عندنا كلفة الأرباح المحتجزة وأيضا عندنا كلفة إصدار السندات. أداتين بس أنا اختاريتهم وجمعتهم في محاضرة واحدة لأنها تقاس بنفس القانون. طبعا اكو قوانين كثيرة للقياس، انا اختاريت لكم اسهل ما يمكن، وهذا القانون يرهم لاحتساب كلفة الارباح المحتجزة وكذلك احتساب كلفة اصدار السندات، لذلك جمعتهم في محاضرة واحدة. لنبتدأ على بركة الله بكلفة الارباح المحتجزة. اولا لنتعرف على الارباح المحتجزة ما هي. تتمثل الأرباح المحتجزة بالأرباح المتجمعة من السنوات السابقة من خلال حجز جزء من الأرباح المتحققة من كل سنة خلال السنوات السابقة. يعني ابتداء الكلفة الأرباح المحتجزة أو الأرباح المحتجزة بشكل عام لا تظهر إلا بعد أن تكون الشركة قد عملت ولسنوات عدة. يعني سنة أو شركة عملت في بداية هذه السنة ما راح نجد بالميزانية ما يسمى بالأرباح المحتجزة، وهي أحدى أنواع التمويل الممتلك. مين تجي هاي الأرباح المحتجزة؟ تجي من الآتي: في 31/12 من كل عام يصدر ما يسمى بكشف الأرباح أو كشف الدخل أو كشف الأرباح والخسائر. إذا أكو ربح راح المدير المالي يستخدم الوظيفة الثالثة ألا وهي سياسة احتساب الأرباح أو سياسة مقسوم الأرباح، وقلنا تتكون من عنصرين: أما أن هذه الأرباح أن توزع أو أن تحتجز، أو طبعا تكون نسب. يعني مثلا ممكن أن أوزع 40 واحتجز 60، ممكن أن أوزع 70 واحتجز 30. اليوم موضوعنا هو الأرباح المحتجزة، هي الأرباح المتبقية بعد إجراء توزيعات الأرباح. قلنا نوزع جزء ونحتجز جزء، وذلك عندما تقرر إدارة الوحدة الاقتصادية عدم إجراء توزيعات الأرباح أو توزع جزء من الأرباح. وهذا ذكرناه، يعني ممكن أنه أنا تماما الأرباح كلها أحتجزها وممكن أن أوزع جزء منها وأحتجز الباقي، هاي حسب رؤية ووضع الشركة المالية. وتتمثل كلفة الأرباح المحتجزة بالعائد المطلوب من قبل حملة الأسهم عن التمويل الممتلك. قلنا الأرباح المحتجزة هي أحدى أدوات التمويل الممتلك. زين، شنو بالعائد المطلوب من قبل حملة الأسهم اللي هي الكلفة مالته؟ أنا اليوم عندي ربح، المفروض هذا الربح وين أوزعه؟ أقسمه على عدد الأسهم ووزعه لأصحاب الأسهم. زين، إذا ما وزعته صاحب السهم شي يريد من عندي؟ يريد من عندي عائد إضافي نظرا لاحتجاز الأرباح، لأن هي المفروض توزع على صاحب السهم. المدير المالي ارتأى أن يحتج جزء من عنده، هذا الجزء اللي احتجزه لازم يضيف لعائد آخر على بعدين في سنوات أخرى أو في وقت لاحق يرجع المن لصاحب السهم. لذلك دائما كلفة الأرباح المحتجزة هي عبارة عن تلك الأرباح التي تم احتجازها، وبالتالي يجب إضافة عائد إضافي فوقها حتى نرجعها بعدين المن إلى صاحب السهم. ويمكن للإدارة أن تقوم بدفع تلك الأرباح على شكل مقسوم أرباح أو احتجازها وإعادة استثمارها. زين، أنا احتجزت عدة استثمارات، ايش حصلت؟ حصلت ارباح، جزء من هذه الارباح لازم المن اضيفه للاموال اللي احتجزتها وبعدين ارجع اوزعها على المستثمرين اي اصحاب الاسهم. زين، يمكن قياسها؟ نعم، يمكن قياسها بعدة اساليب. اليوم اختاريت لكم اسهل اسلوب، هو اسلوب عائد السند زائد علاوة المخاطرة. يعد هذا الاسلوب من الاساليب التي تعتمد على التقديرات الذاتية التي يطلق عليها أسلوب العلاوة، حيث أن المحلل يقوم بتقدير كلفة الأرباح المحتجزة بالغالب عن طريق إضافة علاوة مخاطرة إلى معدل الفائدة. ويمكن توضيح ذلك من خلال المعادلة الآتية: كلفة الأرباح المحتجزة تساوي عائد السند زائدا علاوة المخاطرة. لنأخذ مثال حتى يكون واضح لحضراتكم. مثال: تحصل إحدى الوحدات الاقتصادية على قروض طويلة الأجل. طبعا هنا أنا لا أقصد قروض طويلة الأجل هو القروض اللي إحنا أخذناه أول أداة، لا، القروض طويلة الأجل أنا اليوم من موزعة الأرباح على أصحابي الأسهم أصبحت في ذمتي على شكل قروض. أرجو أن تكون هاي النقطة واضحة، راح أعيد شرحها. اليوم أنا أريد أحتجز،
احتججت جزء من الأرباح ما وزعته. بالنسبة لهم أصحابي الأسهم صار عندهم قروض طويلة الأجل في ذمتي، لذلك مرات ندعي أو نقول أنها أرباح محتجزة أو نقول عنها قروض، أنا أخذت مبلغ معين من أصحابي سهم بمعدل فائدة 10% من مصرف فرضا خلنا نقول الخليج، حيث كانت علاوة المخاطرة بنسبة 4%، المطلوب احتساب كلفة الأرباح المحتجزة بأسلوب عائد السنة زائد علاوة المخاطرة. نجي على القانون، كلفة الأرباح المحتجزة تساوي عائد السنة زائد علاوة المخاطرة. عائد السنة الطانية بالسؤال هو 10% اللي هو معدل الفائدة، نزلت 10% زائدا علاوة المخاطرة. علاوة المخاطرة أيضا مطيناها بالسؤال شقد 4%، أقول 10% زائد 4% 14%، وهي كلفة الأرباح المحتجزة للدينار الواحد. كل دينار أحتجزه ما أوزعه ويصبح علي أرباح محتجزة يكلفني، كل دينار يكلفني 14% من قيمته، يعني لازم أرجع 1000، ما إذا كنا نحكي عن الدينار، دينار زائدا 0.14%. الآن راح ننتقل إلى أداة أخرى وهي السندات، وهي تعتبر من أدوات التمويل المقترض، مو الممتلك، المقترض. الأرباح المحتجزة ممتلكة، أما السندات فهي مقترضة. تعرف سندات على أنها وثيقة أو صك قابل للتداول تصدره شركة أو شخص معنوي، ويتم الإعلان عن المبلغ الذي تحتاجه الشركة وتقسمه إلى أجزاء متساوية القيمة، وتحدد أجل طويل للدفع مقابل فوائد ثابتة. طبعا الطالب يسأل ماكو سندات قصيرة أجل؟ أكو، بس غالب الشركات ما تتعامل، تتعامل مع طويل الأجل. السندات يشار إليها بأنها الأوراق ذات العائد الثابت. إذن هسا أول خصيصة بالسندات أنه دائما عائدها شنو؟ ثابت، لأن حاملها لا يشارك في الربح والخسارة، فهو كشأن الدائنين. يعني ترى هي ما بيها فرق عن القروض، أنا يوم مصرف أعطي قرض الشركة، أفترض أحد الشركات راحت تأخذ قرض وفشلت، ممكن أن أصدر سندات أيضا كحالة حال القروض، هي راح تقترض من طرف خارجي هم المستثمرين، بس بدال ما أخذ المبلغ كله على شكل قرض من أحد المصارف، مثلا محتاج مليون، بدال ما أخذ المليون من مصرف معين راح أوزع المليون على مثلا 10 سندات، تصبح قيمة السند شقد؟ 100,000 دينار. أعرضه للبيع، يجون مستثمرين يشترون، وأضيف لعائد ثابت، أقول مثلا هذا السند قيمته 100,000، مدة الزمنية 2 سنين، ورا ما ينتهي أضيف فوق 100,000 10% حتى من تكمل يجي المستثمر رجع لي السند أعطيه 110,000. الآن طبعا السندات أنواع، منها سندات حكومية وسندات غير مضمونة وسندات شركات، الكثير الكثير. أنا حقيقة ما أريد أزيد عليكم الكثير من الكلام، الكلام أعتقد واضح وموجود على شكل شرح، وما خليته أيضا طويل، يعني كل أداة تقريبا صفحة أو صفحة ونص مو أكثر. خلي نروح على الجانب الرياضي. أيضا أنا أريد أحتسب كلفة إصدار السند، راح احسبها بنفس القانون، كلفة الأرباح المحتجزة تساوي عائد السنة زائدا علاوة المخاطرة. مثال: تنوي إحدى الوحدات الاقتصادية إصدار سندات طويلة الأجل بمعدل فائدة 12%، وكانت علاوة المخاطرة بنسبة 8%، المطلوب احتساب كلفة إصدار السند بأسلوب عائد السنة زائد علاوة المخاطرة. أقول كلفة الأرباح المحتجزة تساوي عائد السنة زائدا علاوة المخاطرة. زين، نجي على عائد السند. عائد السند 12% اللي هو معدل الفائدة، وعلاوة المخاطرة 8، راح أقول 12 زائد 8 20%، كلفة إصدار سند. إذن كل سند أصدره شقد يكلفني؟ 20% من قيمته، 20% من قيمته. أنا جمعت هاي المحاضرتين كما أسلفت لحضراتكم كونها تعتمد على نفس القانون اللي هو كلفة الأرباح المحتجزة. ممكن أنا أقيس بي أرباح محتجزة، وممكن أيضا شقيس بي أقيس بي إصدار السندات. فإذا جاك بالامتحان سواء الشهري أو سواء النهائي،
كيفية احتساب سند أو كيفية احتساب أرباح محتجزة كوكولف تستخدم هذا القانون، عائد السند زائدا علاوة المخاطر. أنتظر استفساراتكم على الصفوف الإلكترونية. إن شاء الله هذه المحاضرة هي قبل الأخيرة، بعد أن محاضرة واحدة وإن شاء الله ننهي مادة، خلي لكم مادة طويلة حتى إن شاء الله تتمكنون من هاي المادة ويكون النجاح سهل عليكم. شكرا وإلى اللقاء في محاضرة أخرى.